أشرفت وزيرة الصحة مساء اليوم في نواكشوط على فعالية اختتام النسخة الثانية من الأيام الطبية المنظمة تحت الرعاية السامية للسيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه، وذلك بالتعاون بين المركز الوطني للأمراض لأمراض القلب ومبادرة نبضات ومؤسسة الشيخ محمد بن راشد المكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية. وقد قام الفريق الطبي المشارك في هذه النسخة من الأيام الطبية بتشخيص وعلاج عدد معتبر من حالات التشوهات الخلقية للقلب عند الأطفال، كما تمكن من تشخيص وعلاج أكثر من 80 مريضاً. في نهاية مهمتها الإنسانية، وزيرة الصحة ناها حمدي مكناس تزور بعثة فريق نبضات الإماراتية التي تقوم هنا بالمركز الوطني لأمراض القلب بحملة لعلاج بعض أطفال موريتانيا المصابين بأمراض القلب. الحملة تأتي بدعم من مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية. بدأت هذه الحملة الإماراتية الإنسانية التي أحاطتها السيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الداه برعايتها السامية لفتة كريمة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضمن برنامج نبضات، وذلك لإنقاذ عشرات الأطفال الموريتانيين عبر توفير علاج متكامل لأكثر من 100 طفل لديهم تشوهات ولادية للقلب يتلقون العلاج بالجراحة والقسطرة بشكل مجاني بين لوين. لا يسعنا في إدارة المركز الوطني لأمراض القلب الذي يحتضن هذه الحملة إلا أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لإخوتنا من الإمارات العربية المتحدة الذين نظموا ومولوا هذه الحملة المباركة. وتعد هذه الحملة ثمرة للشراكة الناجحة بين بلادنا ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في المجال الصحي والإنساني. كفريق نبضات نسعد بوجودنا هنا في النسخة الثالثة حقيقة، وهي النسخة الثانية في هالمستشفى والنسخة الثالثة في موريتانيا، لإجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والتشخيصية لأطفال موريتانيا. الشكر موصول لجميع من ساهم لإنجاح الحملة، ونحن نتطلع إلى إجراء حملات جديدة وإن شاء الله لكل النجاح لجميع من ساهم في الحملة هذه. وأكد الأطباء الإماراتيون المشاركون في هذه الحملة على أهمية هذا النوع من الحملات التي تستهدف تخفيف معاناة الأطفال المصابين، مؤكدين أن هذه الحملة ستعزز من خبرات طواقمنا الطبية المشاركة في هذه الحملة. وتسلمت وزيرة الصحة ناها حمدي مكناس درعا تكريميا قدمته بعثة نبضات الإماراتية للسيدة الأولى مريم فاضل الداه على الجهود الكبيرة التي قدمتها من أجل إنجاح هذه المهمة الإنسانية.